بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى ثانوي. سنبدأ مع هذا النص. كما نرى في الصورة طفل يلعب مع أفعى. نتحدث هنا عن كمالي. طبعا هذا كاتب إفريقي. كاتب إفريقي. إذن هو الذي ألف هذه القصة والتي تسمى لانفون نوار. إذن كما نلاحظ كمالي لانفون نوار. كمالي لانفون نوار. شو نقصد بلانفون نوار؟ الطفل الأسود. أن جون إكريفان دو 25 عام رومان يعني قصة رواية رومان. هو ألف قصة طبعا تحكي فيها القصة دياله هو، ولكن في نفس الوقت تيوصف فيها العادات اللي عاشها المنطقة ديالو. عندي بحكم أن أبوه كان فورجون، الأب ديالو كان حداد، والأم ديالو كانت ابنة حداد. ياك الأم ديالو حتى هي كانت ابنة حداد، كان بوها حداد. لونفون نوار أن جون إكريفان دو 25 عام ديسيد دو راكونتي سون أنفونس أفريكان. إذا نتكلم عن واحد الكاتب شاب ديسيد. شنو ديسيد؟ انه يقرر دو راكونتي سون انفونس ليحكي طفولته افريكان، طفولته الافريقيه ان هوت غيني. نتكلم عن بلد يسمى هوت غيني، كما نقول غينيا العليا. مي اودولا دان ريسي اوتوبيوغرافيك، ولكن اودولا شنو اودولا؟ بغض النظر اودولا، بغض النظر عندي يعني كما نقول تجاوزا لهذه المساله سننظر ما هو ابعد عندي. مي اودولا دان ريسي اوتوبيوغرافيك. اوتوبيوغرافيك المقصود بها انه تتحدث على نفسه. اوتوبيوغرافيك كما نتكلم عن سيره ذاتيه عندي ولا اوتوبيوغرافيك كما نتكلم عن سيره ذاتيه. هو يتكلم عن سيرته الذاتيه، هو يتحدث عن سيرته الذاتيه، يحكي عن نفسه. اذا حنا اودولا دان ريسي بيوغرافيك، إذن بغض النظر عن هذا الذي سيحكي عن نفسه، إنو ريستيتي دون توت سا فيغيتي لا في كوتيديان. هو سيحكي لنا كما نقول أنه سينسج لنا دون توت سا فيغيتي، يعني سيحكي لنا على حقيقتها. ماذا سيحكي لنا على حقيقتها؟ لا في كوتيديان، الحياة اليومية. لتخاديسيو، شنو لتخاديسيو؟ ماشي لتخاديسيو. لتخاديسيون ترجمة. لتخاديسيون تخاديسيون ماشي تخاديسيون. لتخاديسيون شنو تخاديسيون؟ هم العادات. إذا الناس عندهم واحد العادات، واحد العادات مورفة لها فهمتي. إلا مشيتي تما غتلقى عندهم واحد العادات مختلفة على العادات ديالنا حنا. إلي كوتيم طبعا نفس الشيء. إذا لتخاديسيون إلي كوتيم. إذا نتكلم عن العادات والتقاليد دو تو أن بيبل، كما نقول لشعبين 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 كامل. avec cet enfant noir، مع هذا الطفل الأسود. نتكلم عن القصة كما علي نزوفر ان ليفر انتمبوريل. إذا كما علي يمنحنا نزوفر، أنه يمنحنا ان ليفر انتمبوريل غير مقيد بزمن. نتكلم عن شيء نقول عنه بأنه انتمبوريل يعني أنه لا يحكم الزمن. ما يمكنليش نقولوا أشمن وقت بالضبط حدث هذا الشيء، عندنا إذا نقول عن هذا الشيء بأنه انتمبوريل. بلان دو فيناس دو طالون. فيناس فيناس المقصود به انه متقن. اذا نتكلم عن كتاب انه غير محدد بالزمن، ثم انه بلان دو فيناس دو طالون يعني انه مليء بالاتقان والمواهب. لي طالون هو المواهب. تنقول بان شخص طالونتيو، اون بيرسون طالونتيوز. اذا نتكلم عن شخص موهوب يعني ان الله عطيه واحد الموهبه. نتكلم عن ذكاء طبيعي، ذكاء طبيعي. إذا نتكلم عن الموهبة، إذا هنا نتكلم عن هذا الشخص يمنحنا كتاب غير مقيد بزمن. لعنده في ناس كما نقول أنه مليء بالإتقان إيدو طالو، ومليء أيضا بالمواهب. سنأخذ منه فقط جزء. إذا هذا هو الكاتب كما ترى، كما علي هذا هو الكاتب. هذه الصورة الحقيقية.
إذن عندنا لونفون إي لو سيربون. إذن طبعا هذه من الروايات الطفل والجبل. هذه أول روايتين كتبها. طبعا كما عليك كما عرفوا هو كاتب إفريقي غيتقلد مجموعة من المناصب، غيقرا في فرنسا طبعا وغيتقلد مجموعة من المناصب. إذن لونفون إي لو سيربون يقول هو في هذه القصة، طبعا هنا سنأخذ فقط مقتطف منها ياك. جيتي انفون اي جو جوي بري دو لا كاز دو مون بير. انت شنو مقصود له؟ جيتي انفون اي جو جوي بري دو لا كاز دو مون بير. انا كنت طفلا ثم جيتي انفون اي جو جوي بري دو لا كاز دو مون بير. اذا انا كنت طفلا اي جو جوي بري دو لا كاز دو مون بير. كنت العب اي جو جوي اي جو جوي. طبعا عندنا لو فيرب جوي على بارفي. وكنت ألعب près de la case de mon père. قربة؟ قربة يعني قريب من الكوخ ديال الأب ديالي ياك. كما شفنا في الصورة اللي قبل هاياك متى نشوف هنا، كنت طفلا وكنت ألعب قرب كوخي أبي. كما تشوف الكوخ ديال الأب ديالو في واحد شنو؟ سندان. في سندان يعني أنه يمتهن الحدادة. شنو سندان؟ تتكون هاد الحداد واحد الحديدة ثقيلة، تيسخن الحديد مثلا وتوضعو فوق هداك السندان ثم يضربو بالمطرقة. فهمتي؟ إذا جاتي أونفون إي جو جوي بخي دو لا كازو مون بير كالا جابيج كالا جابيج أون سوطون لا ياه. كم تقدر عمري في ذاك الوقت؟ كم تقدرون عمري في ذلك الوقت؟ إذا كالا جابيج أون سوطون لا كم تقدرون كلا جراج أي سن كان عندي في هذا الوقت؟ أي سن كان عندي في هذا الوقت؟ المقصود هنا أي سن يا ترى كان عندي في هذا الوقت؟ شحال تقدروا السن ديالي في هذا الوقت؟ فهمتي؟ كلا جراج أون سوطون لا جو نو مغابيل با إكزاكتومون جو نو مغابيل با إكزاكتومون. شنو المقصود بها؟ جو نو مغابيل با إكزاكتومون. جو مغابيل أنا أتذكر. Je ne me rappelle pas exactement. أنا لا أتذكر exactement. بالضبط. تماماً أو بالضبط. عندي. Je ne me rappelle pas exactement. أنا لا أتذكر تماماً. Je devais être très jeune. Encore. 5 ans. 6 ans. Peut-être. Je devais être très jeune. Encore. يتوجب أكون صغير جداً. لازلت. 5 ans. 5 سنوات 6 ans peut-être. ربما 5 سنوات 6 سنوات ربما. انا لا اتذكر بالضبط كم كان سني لكن ربما 5 سنوات او 6 سنوات. فهمتي؟ je devais être très jeune يعني المقصود هنا je devais être très jeune يعني انه لا بد انني كنت صغيرا. هنا عندنا je devais يتوجب علي اكون، المقصود انه لا بد انني كنت très jeune encore les est tout صغيرا 5 ans 6 ans peut-être. ma mère était dans l'atelier près de mon père. je n'aime pas ce bien omni et omni omni ma mère était dans l'atelier يعني انا omni كانت في الورشة près de mon père قرب ابي قرب ابي يعني انا كنت تساعد ابي. et leur voix me parvenait rassurante tranquille rassurante tranquille mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. et leur voix me parvenait rassurante tranquille mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. et d'un chauffeur ma mère était dans l'atelier près de mon père on me كانت في الورشة البلاصة اللي تخدم فيها الأب. ديك البلاصة اللي تخدم فيها الأب تتسمى ورشة، كاع البلاصة اللي تخدمو فيها الناس تتسمى ورشة. فهمتي؟ إذا ما مير إيتي دون لاتولي بخي دو مون بيغ إي لو فوا ما بارفوني ثم أن صوتهما كان يحسساني. هذاك الصوت ديالهم كان تيحسسني. فهمتي؟ إي لو فوا ما بارفوني أن الأصوات ديالهم كانت تحسسني. أصواتهما كانت تحسسني. غاسيغونت مطمئنة.
غاسيونت مطمئنة. نتكلم عن الفيرب طمأنة. أشنا طمأنة؟ غاسيونت. هذه وصف هذا غاسيونت أنا وصف. إذن الفيرب في الطمأنة سي لو فيرب غاسيوري غاسيوري ترانكيل. إذن غاسيونت أنها مطمئنة كنت تحسسني بأنها مطمئنة ترانكيل هادئة مالي مالي جمالي مالي أن مختلطة يعني هذه الأصوات ديال الأب والأم ديالي كانت مختلطة الصوت ديال الأب ديالي وديال الأم ديالي كانوا تحسوني أنا تلعب وتنسمع الصوت ديال الأب ديالي والصوت ديال الأم ديالي تنصلوني سبك شد الراح طبعا ملي تنسمع الصوت ديالهم تنعرفهم قراب ليا وبالتالي ما غنخافش إلا بقيت بوحدي فهمت ولا مادام أنني تنسمع الصوت ديالهم في حين أنني لما سمعت الصوت ديالهم غنخاف ربما أنهم بعدوا عليا تقدر توقع لي شي حاجة عندي ما غنلقاهمش إذا مادام أنني تنسمع الصوت ديالهم فأنا تنحس بهذا الصوت يطمئني وهذا الصوت ترانكيل أنه هادئ ثم مالي مالي أنه مختلط هذا الصوت اللي توصلني واللي تطمئني كان مختلط مختلط بماذا؟ أصيل ديك اليوم للذي ديك اليوم للزبائن أصيل ديك اليوم يعني أنه مختلط بالذي للزبائن هذا الصيل شنو تتعود؟ تكلم عليه فوا مالي أصيل المقصود مالي أو فوا يعني نتكلم عن أنها مختلطة بأصوات إذن كما نقول هنا مالي أو فوا ديك اليوم إذن مختلطة بأصوات الزبناء طبعا حتى لا نعيد كلمة فوا لأننا ذكرناها طبعا عوضنا بصيل مالي أصيل ديك اليوم دو لافورج إذن نتكلم عن زبناء لافورج لافورج شنو نقصد لافورج إذن نتكلم عن المسبك لافورج مقصود بها المسبك نتكلم عن لو فيرب فورجي فورجي أنك تسبك شنو تسبك تجيب الحديد سخون ثم تغير شكله عندنا واحد القطعة ديال الحديد تنسخنها باش إسهال التحكم فيها ثم نطرقها بالشكل الذي نريده وعندما تبرد تصبح صلبة تبقى على شكلها أولا ثم تصبح صلبة ولا يمكن تحريك إذا نتكلم عن لوفار فورجي كيما واحد المثال يقول لك اطرق الحديد ساخنا فين غنطرقو الحديد فهاد لافورج فهمت ولا الحديد غتسخنو وغطرقو فهاد لافورج كما نقول مسبك اي او بغوي دو لونكليم إذا طبعا هاد الأصوات ديال الوالدين كانت مختلطة بأصوات شنو ديك ليون زبناء دو لافورج إذا نتكلم عن ليك ليون دو لافورج نتكلم عن زبناء المسبك يعني المقصود زبناء الورشة هنا المقصود بها زبناء الورشة ثم مختلط بماذا؟ اي او بغو دو لونكليم ثم مختلط بصوت لونكليم السندان ما في كاين السندان السندان قطعة الحديد الصلبة التي نطرق عليها الحديد تسمى لونكليم ثم بروسكومون Je m'étais arrêté de jouer. Brusquement, مقصود بها. Brusquement, مقصود بها. فجأة. إذن الطفل. الطفل كان تلعب. كان تسمع الأصوات ديال الوالدين ديالو. تسمع صوت السندان. تسمع صوت الزبناء. وهو يلعب. فجأة. Brusquement, je m'étais arrêté de jouer. يعني أنني توقفت عن اللعب. Je m'étais arrêté de jouer. أنا توقفت عن اللعب. L'attention. Toute mon attention. L'attention. C'est l'attention. Intibah. Tout ma yodif. Toute mon attention. Kul intibahi. Hna. Ti rakiz ala had al kalima. Liya kalimat l'attention. Yani l'intibah. L'attention. L'intibah. Toute mon attention. Kul intibahi. Idan hna rakiz lak ala dik l'lahda. L'intibah dialo malo. كابتي بار ان سيربون يعني كما نقول انه جذب بافعى كي رومبي اوتور دو لا كاز جاتو لفان كي رومبي اوتور دو لا كاز
التي كانت تزحف حول كيغانك اوتور دو لا كاز التي كانت تزحف حول الكور. اذا هو كان تلعب فاذا به تنشوف واحد اللفعه تتزحف وتتمشى حول الكور. الكور هو هذا والافعى تزحف حوله ياك. Capté par un serpent qui rampait autour de la case. Vraiment, il paraissait se promener autour de la case. Il paraissait se promener autour de la case. Il y a un tableau tétanisé autour de la case. Haoula al-kour. Et donc, où tu chauffes des clifards? بصح تتنزه حول الكور تدور مع راسها امين تتنزه مع راسها امين vraiment il paraissait se promener autour de la case vraiment il paraissait se promener autour de la case اذا حقيقه هي تبدو تتنزه حول الكور je m'étais bientôt approché يعني انني حينها ها واش مهرب؟ لا جو ميتي بيانتو ابخوشي. اذا شنو نقصد بها؟ شنو يلعب معاه؟ باش عندها اقترب من عندنا هنا. جو ميتي بيانتو ابخوشي يعني انني حينها اقتربت منها. جافي غاماسي ان غوزو كي تخيني دون لا كور اي ابخيزون جون فرونسي سوغوزو دون لا كور دو لا بيت. جافي غاماسي ان غوزو كي تخيني دون لا كور Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. J'avais ramassé. Je l'ai ramassé. J'avais ramassé un roseau. Qasaba. Qui traîne dans la cour. Elle a dit qu'elle était wajed. Psaha. Et à présent, Et à présent, au Falhader, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Hein? J'enfonçais ce roseau. Ana adkhalto. Had le verbe en français, t'en boulou. Mais t'en dakhlou chi, wated, metlan, falard. Wahed le mismar dakhlna falard. Ou wahed le wated, falard. Ou qit'at hadid, nous dakhlou falard. Et d'un moment, t'en m'a le verbe en français. عندي او تدخل شي حاجه في شي حاجه اذا نتكلم على اون فرونسي عندي تدخل مثلا واحد الموس في واحد الدلاعه اذا نتكلم على لغه اون فرونسي عندي اذا جون فرونسي انا ما دخلت شنو دخل سوغوزو هذه القصبة دون لا غول دو لا بيت دخل ديك القصبة في فمي او في حلق الافعى لا بيت عندنا هو الحيوان المقصود الافعى عندي ثم Le serpent ne se dérobait pas. Le serpent ne se dérobait pas. Yani, anna l'afa, l'am yartafi. Le serpent ne se dérobait pas. L'afa, l'am yartafi. Nitakallam al afa, l'am tartafi. Idan, le serpent ne se dérobait pas. Yani, anna l'afa, l'am tartafi. Abbehna le verbe, se dérober. C'est le verbe, se dérober. طبعا لو فيرب ديروبي شنو نقصد به اخفى انك انت تخفي شي حاجه مثلا انا اخفيت هذه المسطره غنخزنها عندي ما غيشوفهاش واحد اخر اذا نتكلم على لو فيرب ديروبي ولكن هنا اذا في حاله اللي تكلمنا على لو فيرب سو ديروبي المقصود به انه يخفي نفسه احنا عندنا لو سيربون نو سو ديروبي با يعني أن الأفعال لم تختفي المقصود أن لم تخفي نفسها سو المقصود بها أنك تقوم بهذا الفعل لنفسك ماشي أنت تخفي شي حاجة أخرى هذا سو تتعني بأن الفعل أنت تتنزه لنفسك أمين لا هذا شو تنزل هذا سو في الأفعال كلها لو سيربون لو سو ديروبي با يعني أن الأفعال لم تختفي إيل بروني غو أو جو شو نقصد بها إيل بروني غو أو جو يعني أن أخذت مذاقا اللعب المقصود انه اعجبها اللعب عندنا
يل خانيغو اوجه يعني ان اخذت مذاقا في اللعب، مقصود ان اخذت تجاري الطفل، ان مشات معه ما هرباتش يعني ان بقات معه، وكمان نقول انها مشات مع ذلك اللاعب ديالو. يل خانيغو اوجه يعني ان اخذت مذاقا كما نقول في اللعب، مقصود انها اعجبها اللعب. يل افالي لونتمو شنو يل افالي؟ سلوغاب سلوغاب افالي 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 سلوغاب افالي يعني فعل افالي. شنو نقصد به؟ يل افالي لونتمو عجبة شي حاجة ببطء. شنو كانت تدير ببطء؟ لونتمو يعني ببطء، لونتمو ببطء تتمشى سرط. كانت تسرط يعني انها كانت تبلع، تتبلع القصبة. يل افالي لونتمو شنو؟ لغزو كانت تبلع ببطئين القصبة. القصبة يل لافالي كوم اون بخوا، يل لافالي كوم اون بخوا هي كانت تبلعه مثل شنو تبلع هي بالحقيقة؟ قصبة. ولكن في العادة ديالها شنو تبلع؟ الفريسة. إذن تسمى لابخوا، الفريسة تسمى لابخوا، مثلا فريسة الأسد تسمى لابخوا. إذن ذاك الحيوان التي يلتقط الأسد ثم يتغدى عليه يسمى لابخوا. ياك إلا فاليكم لابخوا هي كانت تبتلعه مثل فريسة avec le même plaisir بنفس طريق. لا le même plaisir plaisir كما نقول الرغبة avec le même plaisir بنفس الرغبة. فهمتي انك انت تاكل ديك القصابة تماما كما تاكل الفريسة ديالها واحد الرغبة. الحمد لله حيت الحيوان التي ياكل واحد الفريسة عموما تيبان لك بانه مقبل عليها ويأكلها برغبة، يعني ماشي تيقول لا ما باغيش ناكلها وتياكل فيها ما حاملهاش، لا تيبان لك بانه يلتهمها التهاما. نفس الشيء هنا ان هذه الافعى كانت تلتهم القصبة تماما كما كانت تلتهم الفريسة في العادة الاولى. اذا لو سيبو نو سوغو بي با il prend goût au jeu il avale lentement l'oiseau il l'avale comme une proie avec le même plaisir me semble-t-il يعني كما يبدو لي، يعني انها تنتهم القصبة بنفس الرغبة كما يبدو لي. me semble-t-il كما يبدو لي ses yeux étaient brillants de bonheur يعني ان عينيها كانت لامعة de bonheur من الفرح. ses yeux الطبغيون دو بونور عينيا كانت لامعة من الفرح أو من لو بونور كما نقول السعادة، من السعادة. عندي وعلاش هي فرحانة وهي كلات عقصاب؟ هو كتبان للطفل شنو قال لك هنا؟ ما سومبلي تيل كما يبدو لي، كما تنشوفها واش هي فعلا عندها سعادة أو ما عندهاش حاجة أخرى. عندي ولكن هو تنشوفها تتهم القصبة تماما كما تلتهم الفريسة وعندها نفس الرهبة وعينها ما تتبانش حزينة، تتبان أن عليها السعادة. عليها السعادة هو تيشوفها بحالك عندي إساطات بتي أبتي سو أبخوشي دو ماما سو أبخوشي دو ماما. إذن ورأسها إساطات ورأسها بتي أبتي شي بتي أبتي صغيرا وصغيرا صغيرا فصغيرا، ولكن المقصود بها شيئا فشيئا سوابخوشي شنو سوابخوشي؟ كان يقترب. نتكلمون عن سوابخوشي كما نقول أن الرأس يقرب نفسه. شوفنا احنا زدنا هذا السو شنو باش نقول بأن غابخوشي ماشي أنك غتقرب حاجة أخرى، لا تقرب راسه. المقصود بأن الرأس كان يقترب سوابخوشي بمما أنه يقترب من يدي il va à un moment où le roseau se trouve à peu près en blotti. شنو نقصد بها انا؟ il va à un moment شنو il va؟ شنو فعل هذا؟ سلوغاب il va سلوغاب سلوغاب venir سلوغاب venir فعل اتى un moment وتأتي لحظة وغتجي واحد اللحظة. فهمت المعنى؟ وغتجي واحد اللحظة تنشوفوا لو فينير راه مصرف الباسي سامبل
طبعا لو باسي سامبل هذا واحد الزمان تستعمل في القصة كثيرا وضروري تستعمل في القصة المكتوبة. القصة اللي تتكتب ضروري يكون في الباسي سامبل. هل لا؟ حيث الباسي سامبل تعبر عن السرعة، والسرعة المتلقي من تسمع السرعة تحس بحد الجمالية في القصة. هل لا؟ مثل تتكلم لك عن الأحداث واحد تتابع المتلقي ما تيكونش عنده ملل. الزمان اللي تعبر عن القضية هو الباسي سامبل. هل لا؟ إلا أنما وتأتي لحظة ولغازو ستخوفة أببخي أنجلوتي حيث القصبة ستخوفة شوف تتواجد ماشي غتوجد شي حاجة أخرى تجد نفسها بمعنى آخر القصبة غتوجد راسها المقصود أن تتواجد أببخي أنجلوتي شي أنجلوتي سلوغب أنجلوتيغ سلوغب أنجلوتيغ يعني فعل ابتلاع حتى هي تعني ابتلاء ولكن هذه ابتلاء ماشي بحال أظالي هذه ابتلاء تنقدر نقولوا حتى البحر البحر مثلا الى هاج وواحد الصخره ولات في الوسط ديالو تنقدروا نستعملوا هذا الفيرب انغلوتير كما نقول بان البحر ابتلاء هذه الصخره فهمت نقول مثلا لا مير انغلوتي لا روش يعني انه يبتلع الصخره ولكن هذه ابتلاء المقصود به أنه تيهيج وتغمر واحد الحاجة عنده ولا هنا تنتكلم على هاد الغزو بأنه غمرت بحال شي ما هيج عليها ثم هي غرقت في وسطه هنا طبعا تنتكلم على الحيوان هو اللي غرقت في وسطه هاد القصابة عنده ولا كأن القصابة غرقت وسط هاد الحيوان عنده ولا إذا نتكلم عن ابتلاء بهذا المعنى عنده ولا إذا عندنا إساطات بتي أبتي إذا عندنا رأسها شيئا فشيئا صعب خاشدا ما يعني أنه يقترب من يدي إن ذا أمنو وتأتي لحظة أول غزو ستخوض أببخي أنوتي وغنجي واحد اللحظة حيت فيها اللي فيها هاد القصبة تتواجد تقريبا مغمورة مبتلعة وغنجي واحد الوقيتة للقصبة كلها غدخل في فم في فم الأفعى الحمد لله شنو غيبقى يبقى والو وفين غتوصل كلشي يبقى والو فين غتوصل الداخل تاعنا دابا الطفل شاد القصبة بهذا الشكل قصبة في فم الحيوان إلا كانت هاد القصبة كلها غتبتلع في فم الحيوان شنو نقصد بها إذا دخلت ها يدو قريبة توصل للأفعى إيوا شنو شكون اللي شاد القصبة طفل باش يده بيده والقصبة كلها تكاد تكون مبتلعة تكاد تكون مبتلعة يعني أن فم الأفعى وصل لهنا وصل لهنا شنو قال شوية تشد يده عندي إذن شو يقول هنا il va amener où le roseau se trouve à peu près englouti et où وحيث تهضروا لهاد اللحظة لي القصبة غتكون فيها مبتلعة تقريبا إيه أو وحيت اللي فيها وحيت فد اللحظة لا قول بسيطة بحيث أن فم الأفعى ستخوفة قريب لما بخاش دوني دوا هاني قلنا تعبدلو إيه أو لا قول وحيت فم فمش بسيطة بسيطة فم الأفعى ستخوفة يتواجد فم الأفعى يتواجد حتى هو قريب لما بشكل رهيب كما نقول نقول عن شيء طيغيب بأنه رهيب أو شيء مخيف طيغيب لنه كما نقول بشكل مخيف خوش قريب دو مدوى مدوى شما مدوى أصابع إذن فضل اللحظة اللي كانت القصبة كلها تقريبا مبلوعة فضل اللحظة الفم والنفعة كان تتواجد قريب بشكل مخيف من الأصابع ديالي شنو غيبقى له؟ غيهرب غيبقى يلعب؟ ها؟ غيحيد الدوش ولكن هو تتفرج وتعتبر داكشي لعيب غيحيد ولكن هو تعتبر داكشي لعيب وما عرفش من راه تقرصو إذا جوغيي شنو واش خاف؟ جوغيي؟ ضحك جوغيي راه كاين في لامباغ في هذا ضحك كنت أضحك كنت أضحك جوغيي سلفاب غيغ سلفاب سلفاب غيغ سلفاب غيغ هذا فعل ضحكة جو نافي با بور دي تو شو قال
Je n'avais pas peur du tout. يعني أنني لم أخاف بالمرة. Je n'avais pas peur du tout. لم أخاف بالمرة. يعني كان وضع القصبة في فم الحيوان وما خايفش. عندي. Je ris. كنت أضحك. Je n'avais pas peur du tout. Je n'avais pas peur du tout. يعني أنني لم أكن أخاف بالمرة. Et je crois bien que le serpent n'est plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts. Si. Et je crois. C'est le verbe. Croire. C'est le verbe croire. Croire. هذا فعل اعتقد أو ظن. Et je crois. وأظن. Et je crois bien que le serpent n'est plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets. Je crois bien que le serpent n'est plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts. Et je crois bien que وأظن أن le serpent n'est plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts. يعني أنه لم يتأخر في إدخال أنيابه خوشي وذاك ديك الأداة اللي تنحفر بها الأرض تكون عندها حتى هي السنان وهذه الأداة تنحفر بها الأرض تكون عندها السنان هنا المقصود تنتكلم على الأسنان ديال الأفعى نتحدث هنا عن أسنان الأفعى فهمتي إذن سي خوشي المقصود به أنياب الأفعى هنا دون لي دوا يعني في الأصابع سي إذا لولا بمعنى آخر لولا ألانستون في اللحظة في اللحظة داماني إذا نتكلم عن شخص اسمه داماني لا ديزابرونتي أحد متعلمين أحد متعلمين طبعا نتكلم عن واحد يتعلم عند الأب ديالو فهمتي إذا هذا الشخص هو اللي غيدخل هنا مي في صورتي دوناتولي أنه لم يخرج من الورشة يعني كنا خرج تنظن بأن هذوك الأنياب كانوا غيتغرسوا ليا في اليد ديالي في الأصابع ديالي فهمتي إذا كان واحد هنا Et je crois bien que le serpent n'est plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si à l'instant Damani, l'un des apprentis, nous fit sortir de l'atelier. Lawla anna Damani, ahad muta'allimin, nous fit sortir de l'atelier. Lawla yakhruj min al-warsha. L'apprenti fit signe à mon père. يعني أن المتعلم يعني أنه قام بإشارة يا يعني إما بالإيد ديالو أو بالكلام في سين أمون بير إي بخيسك أوسيتو وتقريبا في نفس اللحظة بخيسك أوسيتو وتقريبا في نفس اللحظة جو مو سونتي سولو دو بير يعني أنني أحسست بنفسي نتكلم عن أنني رفعت من الأرض جما سونتي سولو دو تيغ يعني أنني أحسست رفعت من الأرض حسيت براسي تهزيت من الأرض هنا عندنا لو فيرب سونتيغ كما نقول أحس بنفسي عندنا لو فيرب سونتيغ يعني أحس بنفسي إذا عندنا لو فيرب سونتيغ جما سونتي سولو دو تيغ جيتي دون لي برا دامامي دمامي. طبعا في رواية أخرى جيتي دون لي بغا دو مون بير كنت بين ذراعي أبي في رواية أخرى كنت بين ذراعي أبي هنا عندنا جيتي دون لي بغا دمامي كنت بين ذراعي صديق أتور دو موا حولي أموني غران بغوي كما نقول أخذ ضجيج كثير يعني بدا واحد الضجيج عندي اوني غران بروي هاد او تتعود على اشخاص غير معروفين اذا نستعمل هاد او كما نتكلم عن اشخاص انهم قاموا بواحد الضجيج عندي اوني غران بروي يعني انهم اخذوا ضجيج كبير ما مير سورتو امي خاصه كري فور يعني انه كانت تصرخ بقوه المدونة كلكو كلاك ثم أن أعطتني كلكو كلاك إذا كلاك المقصود بها كودوني أبيك لو بلا دو لما يعني نتكلم عن ضربة تعطى بكف اليد إذا المقصود صفعة كودوني أبيك لو بلا دو لما إذا نتكلم عن ضرب يعطى بكف اليد نتكلم عن صفعة يعني أن أمه ضربته بصفعات يعني أعطته تصرفيقات من الآخر Je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Admettre, mettre, aller voir d'ailleurs. Ou alors,
سون ماتخ ا ما عندناش لوغ ماتخ سون ماتخ المقصود بها بدا في جمامي ابلوري يعني انني بدات في البكاء بدات في البكاء جمامي ابلوري بدات في البكاء plus aimé par le tumulte qui s'était élevé que par l'éclat que j'avais reçu plus aimé par le tumulte qui s'était élevé que par l'éclat que j'avais reçu plus aimé par le tumulte qui s'était élevé متاثرا اكثر بالضجيج الذي ارتفع من حولي que par l'éclat que j'avais reçu اكثر من تاثر بالصفعات التي اخذت plus aimé par le tumulte qui s'était élevé متاثرا اكثر بالضجيج الذي ارتفع que par l'éclat que j'avais reçu أكثر من الصفعات التي أخذت يعني أن الضجيج الذي قام من حولي جعلني أتأثر أكثر من تأثر بالصفعات التي أخذت كيسة تألوي تنيلت تنيلت طبعا هو الضجيج اللي في فوضى واحد الضجيج في فوضى أن بو بلي طار قليلا بعد ذلك كون أوتور دو موا لي كخي أوغ ساسي عندما حولي لي كخي أوغ ساسي يعني أن الصراخ توقف هلي يعني بعد وقتين ان بو بلي طار بعد وقتين لاحقا بمعنى اخر كون اوتور دو مو كون اوتور دو مو عندما حولي لي كري اور سيسي عندما الصراخ توقف جو بي انفا لو كالمي يعني انني في النهايه استطعت اكون هادئا جو بي انفا لو كالمي استطعت في الأخير أنني أهدئ نفسي. alors في حينها j'entendis ma mère m'avertir sévèrement يعني أنني سمعت أمي m'avertir تحذرني. نتكلم عن الverb avertir. نتحدث أحيانا عن l'avertissement. avertissement يعني التحذير. إذا نتكلم هنا عن avertir. إذا نتحدث هنا عن فعل حذر. فهمتني؟ يعني أنني في ذلك الوقت الذي هدئت فيه سمعت أمي تحذرني سمعت أمي تحذرني بقوة دون بلي جامي ريكومونسي بألا أبدأ مرة أخرى بالمرة دون بلي جامي ريكومونسي بألا أبدأ مرة أخرى بالمرة أنتج من كذا اللعب أتقاش دير بحال هاد اللعب أتقاش ديرو بالمرة جو لو لوي برومي أنني تعهدت لها بذلك طبعا نتكلم عن لوفار بروميتر لوفار بروميتر بروميتر يعني أنك تتعهد تتعطي واحد الوعد إذا نتكلم عن بروميتر ومن هنا كلمة بروميس بروميس يعني العهد أو الوعد بروميس هو الوعد جو لو لوي برومي أنني تعهدت لها بذلك يعني قلت لها صافي ما نبقاش نعود بحال هذاك اللعب أولا قال لها صافي ما غنبقاش نعاود بحال هاد اللعب سون سافوار كو جافي كوري سي غران دانجي بدون ان اعرف ذلك الوقت فهمتي سون سافوار طبعا عندنا لوغ سافوار معرفه يعني اعرف سون سافوار بدون معرفه كو جافي كوري بانني كنت تنعمل كو جافي كوري بانني كنت تنعمل سي غران دانجي خطر كبير بانني كنت مقبل على خطر كبير هو توعد لها بأنه ما يبقاش يلعب بحال هاد اللعب هو توعد لها هاد الوعد ولكن ما عارفش بأنه راه كان على وشك خطر كبير يعني كان غيأدي بالحياة ديالو هنا يعني المسألة ماشي سهلة يعني راه بحال أي خطر آخر يؤدي بحياة الإنسان هادي إذا موتي توعد لها وما عارفش علاش يتوعد بمعنى آخر هو قال لها ما غنبقاش نعاود هاد اللعب ولكن ما عارفش علاش عارفش بأنه كان على وشك الموت على وشك الموت إذن عندنا هنا إكسبليكاسيون لاتونسيون دو لانفون إي كابتي يعني أن انتباه الطفل إي كابتي إلي غوتوني يعني أنه أخذ تو أنتيغ كله انتباه الطفل انتباه الطفل أخذ كله فهمتي إذن هذه بعض الأسئلة المتعلقة بهد النص هذا كما نلاحظ نستكمله في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.